عايزه تفتحي فين؟ عاوز اركب مركب في النيل. ماشي يا كياده، ماشي يا غياصه، وعاوزه طلب كمان. واه، وانا عفريت ولا ايه؟ كانك حكيت الفانوس. عشان خاطري يا كبير، عاوزه اطلع البرج. لا برج يا حبيبتي. هو ايه لا 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 ايه اللي بتقوله ده؟ انا مش سامعاك. ايه برجك انت؟ اعلى منطقه طلعتيها في حياتك فوق الفرن، ودختي هتطلع البرج هتعمل لنا فضيحه. مالكش صالح، طلعني البرج ومالكش دعوه. يا بت يا بت، انا اقطع دراعي من هنا. اكيد عندك فوبيا المرتفعات. ايه لوبيا المرتفعات؟ لوبيا فوبيا، فوبيا المرتفعات. ايوه 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 المرتفعات دي. وانت خبري عليه فوبيا ده؟ ده فوبيا المرتفعات يعني الهلع من الاماكن المرتفعه. طلعني وملك الصالح، طلعني البرج. ولو طلعت وقعدت تعمل حاجات و... يا سيدي حقك علي، انا هطلع البرج وملك الصالح بي. قسما بالله لو طلعتي وصوتي حسيبك فوق. يا بوي، ده مصر طلعت حلوه قوي يا كبير. يا كبير اهدى اهدى يا كبير، لازق ظهرك في الحتك ده ليه؟ انت خايف ولا ايه؟ خايف ايه يا بت؟ دي الريح شديده صفقتني. هو ايه اللي صفخه؟ ده انا نصك واقفه ثابته عادي. ما انت عشان جاهله وما درست فيزيكس. نصف قطر العبايه اللي هو النق قام محمل هواء. كيف قلع المركب؟ فانا كيف يعني مثلا كده ببحر كده بقبل. اشرك اغرق، اهلا بقلبك عندنا. كل اللي بتقوله ده اي كلام، كانك انت اللي عندك لوبيا المرتفعات. علمناها مصطلح هتطلع علينا ابونا بيه. لا عندك لوبيا المرتفعات وحمضان يا لوبيا. بس يا بيت بس. تعال في واحد بيعكسنا هنا. بيعكسك ايه؟ كيف يعني شفتيه؟ عشان تشوفي واحد من هنا لازم يكون قد كينج كونج مرتين. لا في هناك. ها هناك فين يا بيت؟ الاقرع اللي هناك ده. ده قبه يخرب بيتك، دي جمعة القاهرة. بقول لك ايه يا بت؟ ايه؟ اتفسحنا وبسطنا، يلا ننزل. لا لا تعال يا كبير، تعال نستمتع بالمنظر بس. هو احنا كل يوم بنجوا هنا؟ تعال. طب واحدة واحدة. تعال بس تعال. يلا انا هساعدك، يلا. واحدة واحدة. واحدة واحدة. تاتا. هنزر. خلاص تعال. خلاص انا مزيد. خلاص ما تتضايقش. خلاص ما تتجمسش. خلاص. ما تتجمسش والله. بس يا بت. طب تعال واحدة واحدة. ما تهزريش. مش ههز. يلا هات يدك. واحدة واحدة يا جميل. يخرب بيتك بقول لك ايه؟ والله العظيم اصرخ الكف واقعك في نادي الاهلي. لا خلاص تعال نادي الاهلي ايه بس؟ جيب لنا شكلها. يلا واحدة تعال وني واحدة فين؟ تعال بص بظهرك يا بنت. جاي في طريقها. يلا واحد اثنين ثلاثة. الله بس الزمان يسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل. اهو سامح احلامك يا واما. هنطلع للوك في ارض النيل. ماشي. انا وانت ولا حد تالتنا. سيبنيش عاد. رومانسيه نسمع فيروز برايفسي. بقول لك مورني. بعد اذنك عايزين ناخده لفه من لوكك ده. خصوصي 400 جنيه. واه اهدى انت، وانا قلت لك حبايت فيها ولا اشاركك؟ اهدى، ده انا قاعد في مكان ضيافه اقل من كده. طب خلاص يا سيدي هعمل معاك الوجه 390. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو ادفع لمركب هجره غير شرعيه هدفع تلت الرقم ده. ما عايزينش حاجه. يلا بيت. لا اللي بتقوله ده يا كابتن، انت قلت لي تقعد تفسحني في النيل. ايوه بس هو كده بيستغلنا. ما يستغلنا وانت مشاركاه يا بيت. أقول لك على حاجة، احنا نطلع فوق الكوبري ده واجيب لك ب10 جنيه 10 15 جنيه ترمس، ونقعد تقزقزوا وتفوا عليهم هم معديين.
ولما يطلعوا من الناحيه الثانيه تفوا عليهم برضك. لا انا عايز مني. خلاص يا عم، علشان خاطر الاموره. اموره ايه يا جدع انت؟ اتجنيت ولا ايه؟ دي مرتي. طب خلاص ما تزعلش نفسك، لا مؤاخذه يا عمده، علشان خاطر الجماعه هتركبوا مع الجروب والنفر ب 20 جنيه. ايه موافق، يلا 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 انضموا للجروب يلا. استنى استنى استنى. ايه؟ موافق ايه؟ امال فين الخصوصيه؟ وانا وانت ولا حد تالتنا؟ فين الكلام ده؟ الكنز فين؟ في الرحله. في الصحبه. شوفي انا رجعت نفسي شويه في الحبه دول، يعني انا وانت غرب على البلد، والراجل ده شكله مريب شويه، ما نعرفش هو ايه، مش يمكن يطلع تاجر اسهار. احنا بنركب الفلوكه دي ونمشي في عرض النيل، وقبل في فلوكه تانية يكون متفق معاه ونظام النمر والانثى، يقعد تيت 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 ويقلب له نور. ساعتها لو البوليس كبس انا وانت نروح في داهيه، انما لو احنا جروب حتوه الحكايه. ركبت كل الخيال ده عشان خاطر ترفع 20 جنيه؟ لا، عشان نمر الانثى.